طبعا نحن بريف حماه الشمالي، معروف طبعا ريف حماه الشمالي انه منطقه زراعيه بحته. طبعا بالنسبه لاشجار الفستق الحلبي يعني المحصول الاقتصادي الكبير اللي مثل ما بنعرف هو مردوده كبير بالنسبه للمزارع. بالفتره اللي صار فيها الجيش قريب من مناطق الموجود فيها الفستق الحلبي، طبعا الكرامات هاي تعرضت لاهمال، اهمال كبير. طبعا المزارع ما بايده غصب عنه كونه الجيش قريب على هالمنطقه. طبعا عم يتعرض الفستق الحلبي بالفتره الاخيره لامراض عديده، خاصه الحشرات اللي عم تضرب اما الساق او السمره.